لا يحتاج الى التوحيد بقدر ما يمكن ان نجرى فيه المجامله بيننا وبينكم. بدايه بدات مع الوزير نطرح عليكم بعض الاسئله. سؤال بدايه السؤال ديالنا اللقاء فاشين دار بالنسبه لكم انتم ليس كوزير ولكن كمناضل في حزب التقدم والاشتراك. اللقاء هو المؤتمر الاقليمي اللي تازا لان ريش في اليمنى لقاءات المؤتمرات الاقليميه التي شرع الحزب في تنظيمها في مختلف الاقاليم وستنتهي خلال الاسبوع القادم يوم 18 ابريل سيكون اخر مؤتمر على الصعيد الاقليمي لنذهب مستعدين الى المؤتمر الوطني التاسع يوم 31 ماي فتح يونيو. فبالطبع اللقاء هو كما جرت العاده قبل انعقاد الجلسه المغلقه مع المؤتمرين يعني مع مناضل الحزب. نسعى دائما في اطار الانفتاح على الراي العام المحلي وعلى الراي العام المحلي اما سياسي او جمعوي على المواطنات والمواطنين بصفه يعني عامه يعني ننظم هذا الاجتماع يعني العمومي الذي طبعا كان من الاسف الوقت لم يسمح لنا بالاستماع الى اراء المواطنين ولكن ستكون هناك ان شاء الله مناسبات اخرى في القريب. معالي الوزير هل يمكن نفهم بان هذا حضوركم اذا تازا في اطار هذا الالتزام يعني الالتزام ديال الحزب واش نقدروا نصنفوا كذلك في يعني دعمكم للحزب ديال التقدم والاشتراكيه في تازا في افق الاستحقاقات المقبله؟ احنا لا نشتغل فقط من اجل الاستحقاقات وهذا يمكن ان تشهد به. نشتغل بحسب الامكانيات المتاحه نشتغل دائما في وقت الاستحقاقات وخارج الاستحقاقات ولكن حدث مؤتمر وطني ضروري اننا طب هناك جو تعبوي يسبق المؤتمر. اما النظره الانتخابيه طب بكل صراحه يعني لا نعطي لها الاسبقيه. نحن ما يهمنا هو ان نكون دائما بجانب المواطنين ان ننصت الى مشاكلهم وان نعمل على حلها قصد المستطاع اما محليا او وطنيا. طبعا كما تعلمون حزبنا يشارك في الحكومه بخمس حقائب وازنه ذات طابع اجتماعي محض كالصحه الثقافه الماء التشغيل السكنه تغذيه خمسه ديال القطاعات. طبعا نشترك كذلك ضمن الفريق الحكومي مع اخواننا في مختلف الاحزاب السياسيه ونعتقد ان وجودنا في الحكومه يؤهلنا اكثر ويعطينا امكانيات اكثر لمعالجه بعض القضايا ديال المواطنين من اين اي جهه اتت. لا نتدخل او لا نعمل بكل واقولها بكل تاكيد وبكل صراحه نحن خلافا للاحزاب الاخرى لا نعمل بالزبونيه. نحن ما يهمنا هو ان نحل مشاكل المواطنين. مثلا حينما اعلنت اننا على استعداد للكذاب على قضايا المواطنين تازا ماشي احنا ماشي الحزب لا معنى له وجود الحزب لا شيء اذا لم يكن مرتبط بمشاكل الساكنه. فالحزب وجد احزاب بصفه عامه وجد لتعطيل ما معنى تعطيل المواطنين؟ ماشي تجيشهم. تعطيل المواطنين يعني ان حل مشاكل المواطنين هكذا كينبغي نكادرهم ماشي نكادرهم باش تنظمهم مع عسكرتهم لا هذا نظام يعني هذا نظام ديكتاتوري. الانظمه الديمقراطيه تعطي للاحزاب دور شريف ودور التعطيل دور الاجتهاد دور الاقتراح دور يعني مساعدة المواطن الذي مثلا ما فيهوش لا 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 قوة له لحل مشاكله. فنحن نقف بجانبه نقف بجانب المستضعفين نقف بجانب الذين يعانون من مختلف الحل نقف مع الجهات مع جهة مثلا معينة مع جماعة معينة إلى غير ذلك. هذا هو سلوكنا. هذا السؤال يجرنا معالي الوزير إلى راجع مؤخرا في بعض المواقع الإلكترونية هنا في تازا أنكم خلال هذه اللقاءات او هذه الزيارات التي تقوم بها الى تازا تدخل في اطار يعني التسخينات الاوليه من اجل يعني الانتخاب من تقديم الملف الترشيح في نحن لا نحتاج الى تسخينات اوليه. نحن دائما سخان. التسخينات الاوليه هو الذي يكون نائما في منزله اما نحن في الساحه
لم يعني لم لا لم إلا لا ننم إلا الحصة التي تسمح بها البيولوجيا للبقاء. يعني أما لو كانت البيولوجيا تسمح بعدم النوم لنكون دائما يقظين وحاضرين لقمنا بذلك. ما كاش تسخينات أولية، نحن في حركية دائمة وفي عمل متواصل دائم، في عمل نظامي دائم، ولا حاجة إلى ذكر الأمثلة. يعني مع الوزير وش نتوما كشخص نتوما شخصيا وش ترشحوا لنا في تعزار التمثيل في الانتخابات الجماعية المقبلة؟ كنت واضح، طبعا المناضل هو الذي يتحمل مسؤوليته في جميع القضايا، يعني مثلا إما كان الأمر حقوقيا أو انتخابيا أو حكوميا، هذا هو المناضل. المناضل هو الذي لا يتردد أمام حينما ولا سيما حينما تكون هناك يعني ماشي رغبة، حنا رغبة دائما كانت رغبة يعني رغبة حاضرة، ولكن إذا كان الأمر يدعي ماشي أنا لا، حنا كحزب غادي يرشح ونتمنى إن شاء الله نتمنى القبول الرجل المناسب اللي غادي نرشحوه، ماشي نوسعوا نقويوا الحزب، ماشي هو تقوية الحزب، لا، باش نعالجوا الاختلالات الأساسية الهيكلية التي تعاني منها المدينة، ولا يعقل أن تستمر الأمور هكذا، في ذلك إضرار ويعني وإجحاف بالنسبة لهذ المواطنات ساكنة مدينة تازة الذين يستحقون كما قلت في كل خير وكل اعتناء. سؤال أخير مع الوزير باش نترك الفرصة للإخوان، بالنسبة للزيادة الأخيرة في الأجور اللي وصلت 3000 درهم، واش هذه الزيادة غيشمل عمال الإنعاش الوطني؟ الزيادة تشمل فقط الناس اللي عندهم التوتي موظفين الحكومي القطاع العمومي، القطاع الحكومي ماشي القطاع العمومي، لأن القطاع العمومي كاين مؤسسة عمومية، مؤسسة عمومية عندهم نظام متطور، حنا عندنا واحد ديال الموظفين ديال الدولة يتقاضون أجورا دون 3000 درهم على دوهم ما بغيتش يعني ماشي كثير بزاف، يعني عارف العدد ولكن ما متأكدش منه، ولو كنت متأكد منه راه ناخذ الفلوس. باش الحكومة تقدر تفكر في هذه الفئة مستقبلا؟ كنفكر الحكومة كتفكر جميع الفئات، كتفكر أساسا حتى في الناس اللي ما عندهم لا إنعاش وطني ولا يحتلوا وما أكثرهم. يعني الناس اللي يسكنون في الجبال ما عندهم والو درهم واحد في اليوم، لان ما يعرفونه جميعا. سمحتي لي بان يعني العصر ديال هاد الناس 200 درهم وساعه في 200 درهم كاين باش غير 600 درهم. انا نقول لك الاجر ديال الجماعات المحليه، عدد كبير من الجماعات المحليه موظفي الجماعات المحليه لا يتجاوز اجرهم 800000 درهم، ولو قمنا ولو الى بغينا نديروا كما ورد ذلك خطا ان إلا بغينا نمتعوهم الموظفين ديال الجماعات المحلية نمتعوهم بأجور ديال 3000 درهم كحد أدنى، ديك الساعة الجماعات المحلية ما تكفيهمش الميزانية ديالهم لتأدية الأجور، وبالتالي ما غاديش تستمر إطلاقا، يعني هذا واقع كبير. شكرا مع الوزير، نترك فرصة للإخوان الآخرين. معالي الوزير، مرحبا بك في بلدك ومسقط رأسك. تتميما لما أشار إليه الأستاذ الحربي المسؤول عن الأمر في تازة، في قدومكم إلى تازة، سؤالي هو كالتالي معالي الوزير، في تازة في المشهد السياسي الآن نحن أمام اسمين متكاملين، هناك صديقان، هناك صديق في المجلس البلدي وهو مستشار جماعي ومتولي الشأن الجماعي وبرلماني المدينة، وهناك الدكتور المحترم الذي نعتز به ونفتخر به إلى غير ذلك. ماذا يعني سياسيا ذلك؟ ماذا يعني سياسيا ذلك؟ الصديق الأول يوجد في حزب سير المدينة وحزب يميني؟ أجبت في خلال مداخلتي وهي لا يهم، أن قلت احنا التنوع في المغرب قد يهم يكون موجودا في نفس العائلة، وقلت أن هناك داخل الأسرة الواحدة هناك يمين ويسار ومن لا ملة له، وكان في ذلك إشارة. سؤال ثاني معالي الوزير، شكرا. سؤال ثاني نمشي وطنيا شويه، الدعوه ديال مولاي اسماعيل العلوي اطال الله عمره الان ديال انشاء ما يسمى بالكتله الوطنيه الجديده من اجل محاربه الارهاب والاستبداد، ماذا تفيدنا؟ دعني لا سمحت حتى لا يفهم كلامي بصفه خاطئه، يعني لا في الاول يعني كان جوابي الاول لا بد من يستحق التوضيح، لا يعني يعني أسرة بعينها، هذا قاعدة عامة، ونحن نحترم، لا قلت هذا لأن نحن نحترم التعددية، ومن حسن حظنا
أن القناعات السياسية لا تتوارث أبن عن جد، ولو كان الأمر كذلك لما كنت في المستوى الذي أنا فيه اليوم. فأنا من أسرة محافظة، ولربما سيأتي وقت أن نتحدث طويلا عن مصالحيات، ويمكن أن تفهم الكثير، ولكن ليس الآن المجال يسمح. فالفكر الآن القناعة السياسية لا يتم يعني نقلها وراثيا، والحمد لله لو كان النقل ذلك يعني لكانت كارثة بالنسبة للمجتمع. نعم معالي الوزير. أما في خصوص سؤالكم الثاني، كنت حاضرا في الندوة ذاتها، وكلام بالطبع احنا أنا عندي أنا في حينه احتراما بالطبع لرأي الأستاذ إسماعيل العلوي رئيس مجلس الرئاسة الذي ندعوه ونحترمه وكثير، يعني في كلام وصائب، ولكن قد يمكن اختلفوا معه. يمكن أن أقول لك بأن التحالف الآن في المغرب بالنسبة إلي يعني إضافة إلى الإرهاب هو تحالف يكون الخط الفاصل بين الديمقراطيين وغير الديمقراطيين. أنا لا يمكن أن أتحالف مع غير الديمقراطيين، هذا هو الخط الفاصل. يعني أعداء الخصوم المغرب هم الذين يحاربون الديمقراطية أحيانا بكلمات ملتوية باللجوء إلى المصلحة العامة وشعارات فضفاضة، ولكن في الواقع لا يؤمنون بالديمقراطية. فالديمقراطية أنا أتحالف مع جميع الديمقراطية في الظروف الراهنة، كانوا من اليمين أو من اليسار أو من اليسار، لأن المهم بالنسبة لنا أن، وهذا يتماشى مع ما قاله رفيق من الإرهاب، أن الإرهاب الفكري كذلك، الإرهاب لا يعني فقط حمل السلاح، أن الإرهاب الفكري أخطر من الإرهاب تكور، من الإرهاب يعني المتداول. الإرهاب الاقتصادي. وما ما يحدث في الجامعات مثلا من تقتيل ولا خطير بالنسبة للمجتمع. في يعني هذا ممارسة دخيلة علينا. نحن لم نعيش بهذا حتى في عهد الرصاص، في وقت الرصاص، في عصر كنا في جامعة نتراشق، ولكن لا نتراشق بالحجارة أو بالعصا أو بالسلاح، كنا نتراشق بالأفكار وبصفة قوية، نواجه اليسار المتطرف ونواجه اليمين. إذا كان الصراع أساسا بين اليسار ما يسمى باليسار المعتدل أو اليسار الملكي كما كانوا يسمونه آنذاك واليسار المتطرف، ونقضي ليالي يعني كامل ونحن في المناقشة، هناك تربينا وتعودنا على النقاش السياسي والبوليميك، ولكن باحترام تام، ولا لم يجرؤ أي أحد أن يتهجم بالركس أو بالبنية أو بال، لا، وما بالك حينما يتعلق الأمر بالسلاح الأبيض. معالي الوزير، بناء على صريحكم هذا، هل يمكننا أن نفهم على أن تحالفكم الحزبي الآن في الحكومة مع الإسلام السياسي أو مع العدالة والتنمية هم ديمقراطيون في هذه الحالة؟ ديمقراطيون، يؤمنون بالخلاف، يؤمنون بالديمقراطية، وينبغي أن نشهد لهم ذلك. أنا قلت أتكلم عن العدالة والتنمية، ربما هناك أطراف أخرى في التيار الإسلامي ولا يؤمنون بالديمقراطية. ماذا هل صدر عنهم شيء مخالف للديمقراطية؟ وهم نتاج للديمقراطية، الناس نتاج سند الاقتراع، هل أمطرت بهم السنة؟ أو وضعهم نصبهم أحدا؟ ولا هناك من أعطى، هل شي قدرة شي واحد أعطتهم أغلبية في البرلمان؟ نصبتهم مرحلة تاريخية معينة. والمرحلة التاريخية حتى احنا نتعامل مع المرحلة التاريخية، لا نتعامل مع المستقبل، نحدد مواقفنا انطلاقا مما أنتجه المغرب والمجتمع في ذلك اللحظة. ففي 2011 ظهر واللي كان موجود هذا التيار، ماشي كان خفي، كان تيعمل وراء الستار، ظهر الى العلنيه منذ 1997 تحت اسم حزب معين ديال حزب الحركه الدستوريه ديال الخطيب، وتما كون حزب ولا باس. اللهم اننا نساعد الناس يخرجوا من العمل في السريه ليعملوا في العلنيه كتيار سياسي، ولكن لا يمكن ان نتماشى معهم انهم استمروا توظيف الاسلام الدين. توظيف الدين لأسباب سياسية أمر مرفوض ومنبوذ ولا نقبل به أحد. وخطاباتهم السياسية هي شعبوية ستتخطى في هذا الاتجاه. هذا رأيي، أنا أعتبر أن نحن لما تحالفنا معهم لا ليس على أساس قناعاتهم، على أساس برنامج، في مواقف برنامجية حول الصناعة ما فيها لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله. بغيت تبني معمل واش غادي في دير الصناعة ولا دير الصناعة، لا ما فيها لا بسم.
هناك قضايا توسيطيه، مواقف توسيطيه كما حدث في عمرو مثلا. حنا التيار الاسلامي ما رفع شعار في المغرب الاسلام هو الحل، على غرار ما حدث في مصر مثلا. انا كنقول ماشي واحد يكون الاسلام الحل، نسيت تبرز الاسلام هو الاسلام هو الحل، علاقه ديال الله الانسان ماشي كيلقى واحد الراحه واحد الطمانينه. هذاك شغلو حنا اللي كيهمنا هو كيفاش العلاقات ديالنا الاجتماعيه ننظموها. كاين شخص واحد في هذا البلاد الله يمكن له عنده يدخل في المسائل الدينيه، لا ثاني له واحد احد. آخر هو سؤال، هل ملك البلاد، هل ستكونون من بين رجال تاز الذين سيرفعون عنها ما هي في اليوم؟ سأكون مع رجال آخرين مش لوحدي. ربما من بين، هل ستكون نعطي الضلال، نعطي الضلال، نعاون نرفعوا الثقل الجميع. شكرا. السيد الوزير واحد السؤال الوحيد اللي هو بصفتكم وزير التشغيل، كما تعلمون أن تاز بها مجموعة من المعطلين وكانت نتج عنها احداث اليمه بمدينه تازة، ترتب عن ذلك اعتقالات عديده، لا زال مجموعه من الشباب الان في السجن. بصفتكم كوزير الشباب، ماذا يمكنكم ان تقدمون في هذا الملف؟ وكذلك من في المعتقل؟ وزير التشغيل. انا اقول في سؤالكم شقين، الشق المتعلق بالتشغيل، انا اشتغل بكل تواضع حول برنامج جديد وسمينا اطلقنا عليه المبادرات المحليه للتشغيل، انيشيتيف لوكال دو لومبلو. سنبدا في تدشينه يومي 17 و18 يونيو القادم يوم 17 يونيو بمدينه كرسيف ويوم 18 يونيو بمدينه تازة. بعض المبادرات ماذا يتعلق الامر؟ يعني نصت الامور هناك عند المغرب بالطبع الحكومة عندها سياسات عمومية للتشغيل. هذه السياسات هي ماكرو اقتصادية تدبر من المركز، في حين أن حسب ما طلعت عليه من تجارب دولية إلى غير ذلك أن مسألة التشغيل يمكن كذلك معالجتها محليا انطلاقا من القاعدة. وكيف ذلك؟ سنأتي إلى تازة وغير تازة بعض الأفكار، بعض المشاريع فيها اتفاقيه، غادي نوقعوا واحد العدد ديال الاتفاقيات مع الاطراف حتى هما التشغيل، ولكن سننصت الى اقتراحات الفاعلين المحليين، واقصد بالفاعلين المحليين السلطات المحليه عموميه، منتخبين، منعشين اقتصاديين، مجتمع مدني، احزاب سياسيه، منظمات نقابيه، وسنحاورهم من شانهم. يعني ذاك اللي جوغني الايام اللي كنا كنديروا ايام التشغيل في التمارة وفي الصغيرة بتاكل الصالونات الكبار لم تعد مجدية. حنا بغينا داك لي جورني داك الجلسات نديروها مع الناس في، وغادي تبرز لينا افكار مهمة تساعدنا على ماشي معالجة الاشكالية ديال البطالة 100%، بعض الحلول اتيان بعض الحلول يمكن تخفف من وطأة البطالة، علما ان البطالة مشكل لا يهم المغرب لوحده، هو مشكل القرن وفيه الكثير من للاسف الوقت لا نسمح باش ندخلكم يعني في الاشكاليات الكبيره. حنا كنعملوا كذلك باش نشجعوا التوظيف ديال بعض الشباب في الخارج، اسيام في مجال الخارج، حنا كنشتغلوا ولكن عندنا مشكل ديال اللغه الانجليزيه، ما كيعرفوش اللغه الانجليزيه. لو كان عندنا الشباب المتخرج كيتقن اللغه الانجليزيه مستعدين في سنتين، اقولها في سنتين واتحمل مسؤوليتي، اننا نوظفوا الى غايه 200,000 شاب وشابه في بلدان الخارج، وكاين الامكانيات متوفره وبلادنا تقدر، وعندنا صاحب الجلاله يعني عنده واحد التقدير يحظى بتقدير خاص في بلدان الخارج، يعني ربما تقدير يتجاوز ما يمكن ان نتصوره. عندنا كذلك سميتو المتغير الافريقي، لا فاريابل افريكان، بلدان افريقيا. الان المغرب كيستعد، ماشي كيستعد، كيشتغل وغادي يعني باش يكون عندنا تواجد قوي اقتصاديا وماليا في البلدان الافريقيه، غادي يخلق لنا فرص الشغل كبيره في البلدان الافريقيه. ولكن هذا الشيء راه ما غاديش يتعالج في ظرف سنه، لان علاش؟ عندنا واحد الخزان، عندنا خزان ديال ديال ديال, ديال, ديال احتياطي ديال العاطلين، مليون و100 وشي حاجه، 150,000. قضيه المعتقلين معتقلين، حنا
بكل باش من حنا قلت لكم قبل قليل نحن نحترم مبدئيا بالطبع يمكن يكون لنا اطلاق سراح المعتقلين، هذا مساله مبدئيه، ولكن كذلك الا بغينا نكونوا حنا كذلك دوله الحق والقانون علينا ان لا نتدخل في استقلال القضاء. لان حنا بغينا دوله مؤسسات يكون القضاء كيشتغل بوحدو باش ما يتدخلش كل واحد قلت لكم قبيله كل واحد يشطب قدام داره. خصنا تكون عندنا ثقه في العداله ديالنا هكذا ما يمكن لنا نكون متضامن سياسيا ولا سيما مناضل وما زلت مناضل في المجال الحقوقي. ولكن كاين الاعتقال والاعتقال. يمكن هذا الاعتقال تعسفي غير ماذا؟ يمكن. ولكن يمكن كذلك انا كنت حاضر في الاحداث ديال الكوشه ودخلت فيها وحاولت ديك الساعه ما كنت جاي في البرلمان ولا كنت في الوزاره ولا كمواطن مغربي وكمسؤول جيت والحمد لله طفنا الاجواء كثير والاخوان راه يشهدوا بذلك. ولكن بالنسبه لسميتو المعتقلين ما كنتش نكون باش اكون صريحا ووفيا مع نفسي.